هذه القضية ليست فقط قضية مصرية، أحيانا القضية دي بتؤثر على أمور كثيرة جدا. صحيح أنه في بين العمليات العسكرية وبينما نحن نقوم بعمليات العسكرية الخطأ وارد، ولكن التحقيق في الخطأ، تفسير الخطأ، بيان التحرك السياسي الإيجابي مهم جدا في هذه اللحظة. نلتزم بالبيانات اللي بتقول يعني بتخرج من الدولة، ولكن ده احنا كإعلام مصري. ماذا عن الإعلام الدولي؟ الإعلام الدولي الحقيقة حدث ولا حرج، كله بيتكلم عن طائرات الأباتشي التي ضربت السياح المصريين، كله بيتكلم على أخطاء شديدة للقوات المصرية، كله بيطرح تساؤلات، كله يعني البي بي سي عاملة أناليسس، يعني بيتكلم على أنه لا، هذه لم تكن منطقة خطرة، ومحدش كان قايل للسياح أنها منطقة خطرة. كل الرئيس المكسيكي ايضا عمل على موقعه في التويتر ابدى انزعاجه الشديد، وقال انه ينتظر من الاداره المصريه التي وعدته بتحقيقات، وانه طالب الاداره المصريه بالتحقيقات. طيب، بالفعل منطقه الصحراء الغربيه منطقه عمليات. بالفعل كان في عمليات في الفتره الاخيره، بالذات في اليومين الاخيرين، و بالفعل تمت ملاحقة عدد من الإرهابيين، وكان في مقتل 7 ثم 8 ما بين امبارح وأول امبارح. والنهاردة داعش كانت على موقعها حطت صورة يعني شخص مصري، قالت إنها قتلته أو ذبحته لأنه دل وكان دليلا على مواقع لداعش، يعني كان استخدم دليلا من القوات المسلحة المصرية وساعد الجيش، وبالتالي هم تكبدوا هذه الخسائر. وكان دايما في كلام عن خسائر لداعش، لا داعش صدت هجوم القوات المسلحة المصرية، كلام من هذا الشأن. إذن هذه المنطقة بالفعل منطقة عمليات، وبالفعل ممكن يحصل خطأ، لأنه وإحنا شغالين والعمليات شغالة، الناس دي راكبة عربيات مش عربيات سياحة، راكبة عربيات سيارات دفع رباعي، هي نفس شكل السيارات اللي الإرهابيين بيهربوا فيها. لكن إحنا أمام مجتمع دولي لازم نتعهد له بتحقيقات وافية وشافية. إحنا قدام أزمة لابد أن نتعامل معها ب كرايسيس مانجمنت، بإدارة للأزمة. لا يمكن إن احنا نتعامل معها إنه إيه، ما خلاص ما احنا وزير خارجيتنا كلم وزيرة خارجيتهم وتعهد لهم بالتحقيق والموضوع خلص ونقفل الموضوع والموضوع انتهى. لا، هذه أزمة، وهنا بتيجي السياسة يا جماعة. لما بنقول احنا عايزين رئيس وزراء سياسي، ولما بنقول عايزين وزراء سياسيين جوه البلد، احنا بنتكلم على كيف نخاطب العالم بره وكيف نخاطب المجتمع جوه. ما هو مش ممكن ان احنا هناخد البيانات دي والموضوع انتهى على هذا الامر. لا، في تساؤلات كتيره لها علاقه بمصلحه الدوله.